أعزائي مشتركي القناة Educating Using Technology and Engineering، منذ ما يقرب من حوالي ساعتين تقريبا هناك حدث حريق في خارج محطة زكازيك، وهذه هي صور تبين الحريق، ومن موقع مصراوي الإلكتروني وموقع أيضا بوابة نيوز. واليوم السابع بتقول السيطرة على الحريق، تمت السيطرة على الحريق بجوار أكشاك بمحطة سكة حديد الزقازيق. وهنا أيضا صور واضح توضح الموضوع الحريق، وهو حدث اليوم 27 مارس 2021 منذ ساعتين. الساعة دلوقتي تقريبا على الساعة 8 مساء، يعني تقريبا حصل الموضوع ده الساعة 6 مساء بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية. ولو احنا دخلنا كده مثلا اي موقع من مواقع ديت، وليكن موقع المصري اليوم اهو، ودخلنا كده هنا بنشوف، وهنشوف كمان من خلال اليوتيوب، ربنا يسترها على مصر واهل مصر والاقتصاد المصري اللي هو بيتعافى من فيروس كورونا. وكل الاخبار دي ان شاء الله هتكون يعني ايه، مش هتأثر ان شاء الله باذن الله على المصريين وعلى كفاحهم ان هم يقفوا مع حكومتهم ويسندوها ونعمر مصر وتزدهر باذن الله وتبقى احسن مما كانت. وهي دايما مصر يعني ايه محسوده، يعني دايما هي ايه يعني ان شاء الله هتبقى احسن الامور باذن الله. نتفائل ونشتغل وكل واحد بيعمل، وهتلاقي النتيجه ان شاء الله ربنا هيكافئنا كلنا. اهم حاجه قلبنا على قلب بعض يا مصريين، واحنا كلنا محبوبين حتى في بلاد الغربه، كلنا مفيش حد فيش بيت الا ما اتغرب انه حد وسافر وتهجر عشان يشتغل ويتعب، وفي بلده بيتعب ويشتغل برضه. اهو واضح ان هو حريق محدود جدا اهو، هي بس الدخانه والنار، لكن هو مفيش اي، اعتقد مفيش اي اصابات اهو ولا حتى قتله اهو. عدد من المحلات المجاورة، وده في كشاك مفيش ذكر لأي إصابات أو حتى أي إصابة، شايفين؟ طيب لو دخلنا على اليوتيوب، دخلنا على اليوتيوب احنا كده هنبص كده ونشوف، نكتب حريق، أعتقد حريق الزقازيق، لو كتبنا حريق الزقازيق، حريق الزقازيق اهو اليوم، تعال نشوف كده. منذ ساعة، الفيديو ده من ساعة، طبعا الفيديو ده برضو من ساعة ماشي اهو، ومحطات اخبارية اهي برضو ده من ساعتين تقريبا اهو، قناة ديسكفري، اهو ساعة تاني ساعة ساعة ساعة، كله ايه هو نفس الموضوع اهو. لو دخلنا على اي فيديو لا ما اعرفش الصورة دي، مش غالبا مش هي بتاعتنا، تعال نشوف كده هنا اهو. واضح ان هي حريقة، بس السبب ايه الله اعلم. ربنا يستر على مصر ان شاء الله خير. مدينة الزقازيق من المدن الجميلة، جوها جميل جدا اهو. ده الفيديو الاولاني، لو جينا كده هنا ادي فيديو تاني اهو. من المدن الجميلة جدا الزقازيق، جوها جميل، مكانها موقع استراتيجي قريب من العاشر من رمضان، وقريب من الألفية، وقريب من إسماعيلية طبعا، بورسعيد، وقريب من القاهرة طبعا، القاهرة الكبرى. الزقازيق بلد جميلة،
أهلها ناس طيبين. أعزائي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، اشتراك للقناة، وشير الفيديو لو هو مهم. المهم إن مفيش ضحايا الحمد لله، وربنا سترها.